الشغلانه بتاعت الفن بالتحديد شغلانه ريسك قوي، ممكن ما فيش فيها ضمان. اي انسان لما بيكبر ممكن فرصته في الشغل ممكن يعني الى حد ما ممكن بتقل شويه او مجهوده بيقل شويه. وانا بالنسبه لي ما بقاش يعني عايز اعمل مسلسل وخلاص، عايز اعمل مسلسل يبقى حاجه كبيره. لا بقى مفاجاه. طب حسن معلش اخر حاجه قول ايه دكتور اشرف النهارده؟ اقول دكتور اشرف بالتوفيق ان شاء الله، وباذن الله يعني تبقى دوره جديده باذن الله موفقه زي الدورات اللي قبل كده، ويعني ربنا يعينك على المجهود بتاع النقابه، لان العمل النقابه الفنيه وعمل خدمي. ودكتور اشرف زكي بصراحه اثبت في خلال الدورات اللي فاتت قد ايه هو خدوم جدا، وقد ايه بيقدر ان هو يلبي احتياجات الناس ومتوفر، ودي بتبقى موهبه او بتبقى مش كل الناس عنده القدره ان هم يقدروا يلبوا احتياجات ناس كبير بالشكل ده. حسن بتتمنى ايه من المجلس الجديد؟ اتمنى منهم زياده يعني استكمالا الخطوات، لان دايما لما بيبقى في حاجات اتعملت يبقى في اي سابقه يعني اتمنى ان يبقى فيها تطوير وابتكار حاجات جديده. يعني موضوع مثلا الدار اللي معمول ده كان حاجه جميله جدا من الحاجات اللي لمستني جدا، وشايف ان هي حاجات حلوه، لان كمان الشغلانه بتاعت التمثيل كمان هو عموما ممكن اي انسان لما بيكبر ممكن فرصته في الشغل ممكن يعني الى حد ما ممكن بتقل شويه او مجهوده بيقل شويه. ممكن برضو الشغلانه بتاعت الفن بالتحديد شغلانه ريسك قوي، ممكن ما فيش فيها ضمان، مش بتشتغل في وظيفه معينه وبتترقى كل عارف بتترقى كل مثلا قد ايه ومرتب. ففي ناس كتير غير مثلا النجوم اللي الناس بتبص عليها، بيبقى في كل مسلسل لو في بعض النجوم بيبقى في اعداد كبيره جدا واسماء كتيره جدا موجوده الناس ممكن تبقى مش عارفاها، 150 فنان كل عمل او يمكن اكتر. فالنجوم دي كلها والفنانين دول كلهم بيبقوا محتاجين ان هم في النهايه خالص يبقى ليهم مكان، يعني مكان مسلسل. لا في رمضان ان شاء الله، انا كنت بحضر مسلسل رمضان 2023، مسلسل مكتوب بشكل حلو قوي، كاتبه الاستاذ محمد سيد بشير، والمسلسل انتاج الاستاذ احمد السبكي. المسلسل كان معمول بشكل حلو جدا وكان الفنانين كلهم مضيين، وبدانا فعلا تحضيرات ومعاينات، لكن الاستاذه شيرين عادل شافت ان هي مش هتقدر مش او مع طاقم العمل كله مش هنقدر نجهز المسلسل بشكل مسلسل ضخم، وليه ميزانيه كانت ميزانيه كبيره وفي نجوم كبير وكان في مفاجات كتير في المسلسل، ممثلين يعني نجوم كبار قوي، فلازم المسلسل يخرج بالشكل الحلو. وانا بالنسبه لي ما بقاش يعني عايز اعمل مسلسل وخلاص، عايز اعمل مسلسل يبقى حاجه كبيره. فقلنا نحضره براحتنا وندخل ان شاء الله نصوره بعد العيد يعني في الفتره بتاعه الصيف دي، وعشان يبقى جاهز للعرض في 2024. انا عندي فيلمين داخلهم ان شاء الله الاسبوع الجاي. لا بقى مفاجاه.